مرحبا بك. ها شو اللي كنتسنى فيك؟ دوما خرجت انني نوجد لاول مره مستيره بالدجاج. طبعا عاونت الام ديالي لانني انا مازال ما كنعرفش ليها بزاف فعاونت الام ديالي وتعلمت. ف دابا ممكن تحبات مزيان النتيجة هي هذيك. على ما أظن أن النتيجة هي هذيك. أنا لأول مرة كنطبخ كنوجد البسطيلة، فيا ريت لو الكل يجي ياكل معنا. بون نكملوا التزيين حاليا. دابا أنا غادي ندهنها بالغلاسيل، العسل الحر. أنا كتعجبني بزاف، لهذا حبيت أنني نشارك معكم اليوم. شو هذيك الحاجة؟ أنا صراحة يعني قبل أرب أيدل كانت كتدخل يا ماما بزاف الكوزينة، يعني الطبخ أنا طبعا من عادات من تقاليدنا أن البنت تعلم الطبخ، إنما بعد أرب أيدل تكاسيت شوية بعد يعني حاليا العمل و طبعا بمساعدة ماما. كنحب نوجه لها تحية. انا ما عرفتش واش انا صراحه احسن شهر عندي في السنه كامله هو رمضان. كنعشق الشهر لانه كيقربك من الله، كيقربك من الاقارب ديالك، كيخلي التراحم بين العائله، صله التراحم طبعا كيحييها. احسن حاجه ان الانسان اي شخص كيفضل انه يقضي شهر رمضان في بلده وسط اهله مع ناس، لان كيف ما قلت لك هو احسن شهر في السنه. فمن الاحسن ان الانسان، حتى تقاليد المغرب رائعه، انا بالنسبه لي صعب ان نقضي رمضان في بلد ثاني، يعني ما متعوداش على الطقوس وتقاليد البلدان الثانيه، لهذا كل واحد على مولف على بلاده. بون انا شبه ساليت، ف يا ربي تكون عجبتكم و وقبلوا على الوجه. بون كنتمنى رمضان كريم على جميع المسلمين وعلى كافة الدول العربية، جميع العرب رمضان كريم يا رب، ودخل علينا بالصحة والسلامة والأمن والسلام على وطننا العربي. و يعني كنحب نوجه تحية وشكر كبير وخاص لسيدتي دوت نت على هذه المقابلة الجميلة، وطبعا أهلا وسهلا فيكم في أي وقت، وشكرا مرة ثانية ورمضان كريم. وهذه الأغنية كانت هي سيدتي دوت نت والجميع طبعا المتابعين. يا غصن نقى مكللا بالدم، افديك من الرذاب امي وابي. يا غصن نقى مكللا بالدم، افديك من الرذاب امي وابي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. أمان أمان، فالعصمة لا تكون إلا